ما بين التسييس والعدالة، يستمر الترقب لرؤية ما ستؤول إليه محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إعلان المدعي العام في مدينة نيويورك بأن هيئة محلفين كبرى في منهاتن صوتت لصالح توجيه اتهام له. ترامب رد من جهته بتوجيه اتهامات لهيئة المحلفين بالضلوع في ممارسة الاضطهاد السياسي بحقه، في مسعى لكسب تعاطف الشارع الأمريكي بداعي وجود مؤامرة ضد طموحاته السياسية، فيما يدعو نواب من الحزب الديمقراطي إلى وجوب احترام مسار القانون الأمريكي. فما هي سيناريوهات المحاكمة وما تأثيرها على مستقبل ترامب السياسي؟ معنا من واشنطن الخبيرة الاستراتيجية الجمهورية ميندي ووكر. سيدة ميندي ووكر، ماذا نتوقع الآن فيما يتعلق بتهم الاتهام المتبقية؟ في الواقع هناك سرية حول هذه التهم، لا نعرف إلى الآن ما هي التهم التي وجهت إلى ترامب. نعرف أن هناك مسألة شراء الصمت دانييلز، وهي ليست ضد القانون، ولكن هناك محاولات لمنع ترامب من خوض انتخابات رئاسية ناجحة. برأيك لماذا سيدة ووكر؟ أعتقد أن هناك العديد من الناشطين داخل الحكومة، ورأينا أن دونالد ترامب كان قد تعرض مسبقا للتحقيق بشكل غير قانوني حول انتخابات 2016، وذلك كان قائما على ملف جمعه الديمقراطيون وأغفلوا تلك المخالفات التي قامت بها هيلاري كلينتون، وكانت هناك العديد من المطاردات التي جلبت من أجلها العديد من الملفات، وذلك لمحاكمة ترامب، لكنهم لم يفلحوا. وهذه المرة هم يواصلون هذه المطاردة لمنع ترامب من الانتخابات في 2024. رأينا أن بايدن ارتكب العديد من الأخطاء، وهي أخطاء مقلقة، ولكن في الوقت الذي لا نعرف فيه كيف سيمضي بقية ولايته، هو ما يزال في البيت الأبيض. ولكن سيدة ميندي ووكر، في الجانب الآخر هناك اتهامات نسمعها منذ أكثر من عامين بأن ترامب حاول قلب النظام في السادس من يناير، وهذه تهمة يعاقب عليها القانون، وهي مخالفة طبعا للدستور الأمريكي. في حال وجهت له هذه التهمة، ألا يتم القضاء نهائيا على مستقبل ترامب السياسي؟ أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعرفون أن هناك أنشطة غير قانونية حدثت في 2020، ورأينا بالفيديو أنه في جورجيا تم إغلاق مكتب التصويت والاقتراع، وجرى تجاهل الآلاف من الأصوات من أجل التحيز لطرف ما. رأينا ذلك بأم أعيننا وبالفيديو، وكذلك هناك إلى حد ما بعض الحقائق فيما قاله ترامب بسبب تشكيكه في نزاهة انتخابات 2020. وبالنسبة للانتخابات المقبلة، فهي ستقرر من قبل الشعب الأمريكي. لا يجب تسييس هذه القضايا والسماح لأشخاص باستخدام السياسة في القضاء، وذلك فقط من أجل حرمانه من مستقبل سياسي ناجح. طيب، ما الذي برأيك حضر فريق ترامب لمواجهة اتهامات محتملة كتهربه من الضرائب أو تحريضه أتباعه لاقتحام الكونغرس في السادس من يناير؟ كل ما نعرفه هو أنه وجهت له تهم يبلغ عددها 30 تهمة خاصة بالاحتيال التجاري، وكذلك أفترض أن فريق محامي دونالد ترامب يعمل بشكل جهيد
مواجهة تلك التهم، والأمور ما تزال سرية. كل ما نعرفه أن هناك لائحة اتهام وجهت إلى ترامب، والجمهور لا يعرف لماذا توجه هذه التهم إلى ترامب. هناك بعض الهواجس التي تفيد بأن الديمقراطيين وصلوا مبلغا كبيرا في تسييس هذه القضية فقط من أجل جعل ترامب لا يخوض الانتخابات. ولكن كيف يمكن إقناع جزء كبير من الرأي العام الأمريكي بأن هذه التهم الموجهة لترامب تتعلق بالانتقام وليس بالعدالة، سيدة ووكر؟ أعتقد أن عددا مهما من الأمريكيين يعرفون أن هذه ملاحقات ومطاردة ساحرات هذه التي تجري مع ترامب. يجب أن نعرف أنه بالنسبة لأنشطة جو بايدن عندما كان نائبا للرئيس كان يقوم بأعمال مخالفة للقانون في أوكرانيا، ويجب التحقيق في هذه الأعمال. يجب النظر إلى ما فعله هانتر بايدن، وهذا ضد القانون. كل هذا لم يجر التحقيق فيه، وجو بايدن كان قد قال هذا علنا أمام الكاميرات، ومع ذلك يتم التغاضي عنها. أعتقد أن هذا كان يجب التحقيق عنه. ودونالد ترامب وجه بالعديد من التهم والقضايا والمحاكمات وهو ما يزال رئيسا، وكذلك القضاة في نيويورك كانوا يحاولون دائما إيجاد أسباب لسجن ترامب. أشكرك سيدة ميندي ووكر، أعذريني على المقاطعة، الخبيرة الاستراتيجية الجمهورية في واشنطن ميندي ووكر، شكراً.